السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد في لعبة جيلد وورز 2. في الفيديو ده يا جماعة إن شاء الله هنلعب بي في بي بالمزمر، تمام؟ هنلعب بالبيلد اللي هو يعني الكور، مش هناخد أي من الإليت سبيشاليزيشن، تمام؟ وهنجرب، هنلعب ستاف وسبتر وتورش، هنلعب من هنا ستاف وهنلعب بالسبتر والتورش. Swift and steady. I'm bleeding. Might and glory. Rally to me. Might and glory. Attack my target! My ultimate is
compromised. Swift and steady. Attack my target! To stay down. Oh.
begin. Yes, Yelvi. المزمر يا جماعة جامد في البيل ده في البي في بي اللي هو 2-2 صراحة. البيل جامد واللعب بتاعه جامد تمام. البيل انت اللي بتستخدمه ده البيل ده يا جماعة دي الميول اللي هي السيج اهي واللينكس تمام. دي اللي بتستخدمها هي كونديشن وباور وبتستخدم الدوم في السيجل وانرجي الاثنين دوم وانرجي يعني الاثنين في الاستاف والسبتر والتورش اللي هو الدوم والانرجي تمام. والبيل زي ما قلنا يعني بتاخد اللي هو الكور اللي العادي من بعيد من الالكتريزيشن تمام. هو ده اهو ده البيل يا جماعه تمام. ودي اليوتيليتي سكيل ودي الاليت سكيل ودي الهيلينج سكيل اللي انت بتستخدمها انت وبتلعب. البيل جامد فقلت ان انا اعمل عليه فيديو تمام. بتمنى ان يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله ولعبة جيلد وورز 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.